بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم والإخوة المتابعون جميعا، متابعة شيقة نتمناها لكم عبر قناة ياس. شكرا حسين السيد المواصلة والمتابعة في هذا الشوط الذي يعتبر في هذا الصباح رقم 25، الشوط 25 الخاص بالبكار، اللقاية ضمن هذا البرنامج الصباحي 30 شوطا خصصت في هذه الفترة الصباحية. مقدمة الشوط المركز الأول أرى من البداية لنبدأ مشاهدينا بهذه البداية ومع شعار علي بن حمود الظاهري، الشعار الاقتصادي أيضا يتقدم في هذه اللحظات. يا سلام النقل في المركز الثاني، حيث التواجد حيث الاندفاع مشاهدينا مع انطلاقة هنا شعار احمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي يقدم لنا هناك مشاهدينا ايضا النصيبة التي بدأت باندفاع. هناك تغيير طرى وجرى على المقدمة مبكرا في هذا الجو الرياضي، الجو الجميل، الجو الممتاز هنا في ميدان التلة في امارة عجمان دار الامان. نعود ونتابع التي وصلت وتسللت. تحذير لخالد بن المر بن حلوة بن حلوة بن حلوة، وانت يا بن حلوة دائما تخليها حلوة لك تبي. يا سلام في المقدمة في المركز الاول، نعم بن حلوة قاد الشوط من البداية، والمركز الثاني اصبحت هناك النصيبة لاحمد بن حمد بن مبارك بالرغش الشامسي اللي وصلت الان وبدأت باندفاع مبكر. هو هنا هي طيف لحامد بن مصبح بن محمد بن راشد، هنا يتقدم. يا سلام المنعي، يا سلام اشعار بن حمودة في المركز الرابع، علي بن حمودة واللي وصلت الان بالرقم واحد وتبقى الرقم واحد وتبقى هنا مشاهدينا المركز الاول لمحمد بن راشد بن احمد المنصوري. هذه هي هوايل بدت بالهوايل. يا سلام يا المنصوري، واللي وصلت المركز السادس اللي غيرت الان وانتزعت المركز السادس لراشد بن محمد بن هويدن بن هويدن الاكتبي، يقدم لنا سيوف ميدان الزيد، يدخل في المعمعة. يا سلام والغدوم الاخر مع محمد بن علي بن حليس العفاري، مصانع الجنوب يقدمون بيان وقدموا البيان الكثير مصانع الجنوب. هناك نغلة قادمة ودخول من قبل شعار عبد الله بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. يا سلام مع هزر وصل البكار. يا سلام على هذه الشعارات وعلى هذا الجو الرياضي الجميل، ما شاء الله. يا سلام على هذا المهرجان الكبير، واجواه غير وامطاره غير وتسميته غير ورايه غير، ما شاء الله. يا سلام على الجميع اللي متواجدين. شوفوا المركز الاول، نعود للصداره، نعود للمقدمه لخالد بن المر بن حلوه بن حلوه يا بن حلوه. الله مع تحذير بدات تجر الشوط. شوفوا اللي وصلت ما شاء الله، تبانا مراقبه تبانا متابعه. سالم بن بخيت النوبي، يا بن نوبي العامري، يا ابو بخيت يقدم لنا الواريه مع اشعار بن نوبي العامري. يا السلام عليك يا بن نوبي، يا السلام عليك يا ابو بخيت. بدأت تندفع بالثاني والمركز الثالث لمحمد بن راشد بن احمد المنصوري. هوايل وصلت، الكل وصل والمنصه اتجهنا عليها. يا سلام على الجميع، الوصول الغدوم، اعطونا اللي من عمق الميدان. اما الشعار الازرق اللي قادمه مشاهدينا،
يا سلام عليك، هذه لشراجي بن محمد بن معدن الاكتبي. يا سلام، طيف طيف يا بن معدن، طيف يا الشراجي، طيف طيف يا سلام. والركض بالفعل طيف يا سلام. والمركز الرابع هناك الغدوم الرابعة لمبارك، مبارك يا مبارك. هناك أحمد بن أحمد، أحمد بن حمد بن مبارك بن رغش الشامسي، يدفع لنا بالنصيبة واللي وصلت من الناحية الأخرى التواجد مع مطيلة أو مع مطفية أو مع محطة. عبد الله بن سهيل بن حمد بن يطبع بن يطبع. الله يا سلام، اللي واصل. هنا أيضا غدوم، هنا دخول مع راشد محمد بن هويد الاكتبي مع أداء جميل، واللي غيرت الآن وبدأت تنطلقية الأخرى. مشاهد بهذا الانطلاق مبارك بن سعيد بن عويضة. يا السلام يا السلام، السلمي السلمي السلمي، يا راعي النادرة يا راعي النادرة. والكل ايضا في الميدان، وكله الندر، كله النوادر، كله النوادر. اشوف المنصة انعطاف اتجهنا، واشوف اللي جار الشوط من البداية. يا خالد يا ابن المر يا ابن حلوة، يا ابن حلوة الاكتبي، تحذير 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 من ابن حلوة الصدارة. يا سلام، تتلفت تتلفت والجماعة وصلوا. ومن الواصلين من اللي قادمين، الشريجي بن محمد بن معدن وصل وصل وصل. وشوف الكيلو الأخير، الله، طرقت الابواب. وشوف شوف 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 الاله كيف يشتغل، شوف الاله كيف يشتغل عن طرق الابواب. يا سلام يا سلام. وشوف اللي وصلت من الجانب الدوني، شوف اللي غادت الشوط هنا مشاهدينا. شوف الانطلاق، محمد بن سالم. يا سلام يا سلام يا سلام، بن قضيب الكعبي يقدم لنا مشاهدينا منحاف، منحاف وصلت بالشعار الشطرنجي. ومن الجانب الاخر بالرقم 44 سعود بن علي بن عامر. يا سلام يا سلام، بن تعيب الجابري يتقدم مع سمحة، راحت سمحة، راحت سمحة، ما شاء الله، عصاتها قوس. يا سلام، وما تحركت العصا، حركها، راح. يا سلام، روح يا الجابري، روح يا الجابري، روح يا ابو علي، يا ابو علي روح روح. خط النهاية، خط النهاية، يندفع الجابري، هذا هو الجابري. سعود بن علي بن عامر بن تايب الجابري يقدم لنا سمحة بأحلى حلة جميلة في هذا الجو الرياضي. يا سلام عليك يا الجابري، الجابري الجابري الجابري، هذا هو افتتح اول اشواط المهرجان شعار الشاهنية. تحية للجابري، تحية للجابري، والسلام والسلام، سلام يا مشرف، سلام سلام يا الجابري، سلام سلام بفوز سمحة لسعود بن علي بن عامر بن تعيب الجابري، راعي الشاهنية وراعي سمحة وراعي الاسامي الجميلة. هذه وصلت مشاهدينا عن خط النهاية، صفت حامة البودرة. المركز الثاني، المركز الثاني لراشد بن محمد بن هويد الاكتبي سيوف. والمركز الثالث، المركز الثالث كانت متواجدة أيضا لمحمد بن سالم بن قضيب الكعبي بن حاف. والمركز الرابع، المركز الرابع وصلت أيضا لسيف بن فالح بن راشد الشامسي، هي كذلك المسك. المركز الخامس، المركز الخامس كان التواجد من قبل محطة لعبد الله بن سهيل بن حمد بن يطبع العامري. وهذه مشاهدي الأعزاء ساعات الوصول، وهذه الأجواء الجميلة التي عشناها في هذا المهرجان، وما زلنا نعيش أحلى أيضا أوقات مشاهدينا في التلة. ونرجع لمخرجنا أبو أيمن حسين السيد مع قناة ياس والإعادة في الفوتو فينيش. وهذا هو بالفعل شوطنا الخامس والعشرون، ما تبقى خمسة أشواط، هناك متواجد 30 شوطا. والآن أتابع الفوتو فينيش، 7:45:06 من الثانية. تهانينا مشاهدي الأعزاء لراعي سمحة سعود بن علي بن عامر ابن تعيب الجابري، لك التحية. والنقطة الثانية في هذا المهرجان، المركز الثاني، المركز الثاني كانت أيضا توقيتها 7:46:08 من الثانية لراشد محمد بن هويدن الاكتبي مع السيوف.